كشفت الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس كشفت أن المجلس بحث وناقش أكثر من مئة مرسوم ومشروع واقتراح بقانون وذلك خلال ثلاثين جلسة تسع وعشرين جلسة عادية وجلسة استثنائية واحدة وحظيت مشروعات القوانين بأعلى نسبة من إجمالي الموضوعات التي ناقشها المجلس حيث بلغت نسبتها 60% تلتها الاقتراحات بقوانين بنسبة 19% فيما بلغت نسبة المراسيم بقوانين 12% والحسابات الختامية 9% من إجمالي الموضوعات